او باراسايت او فقر. فالانفكشن راح يجي على فتره لين تشوف بالنهايه راح تصير بس اما تكون لوكال يعني في بارت بس اللي هو صار فيه انفكشن او سيستماتيك. فنهايه الانفكشن ايش هو؟ قد بارت من البودي مثل جي اي تي او ستيل صار فيه انفكشن نهايته ايش؟ Eradication. أو أول شيء eradication يعني healing. But infection صار part من البدن نهايته أو ما يكون healing. أو death هذا بالنسبة للكمبرومايز إذا كان الميكروأورغانيزم قوي. Fibrosis. هو صار تقدر تقول healing. ثالث شيء تحول إلى chronic. أما يكون healing أو يكون death أو يتحول إلى chronic. فراح نبدأ في عند infection أول شيء راح ناخذ الفيروس. فرص الممثل. فأول شيء راح نبدأ بالفيروس. عندنا الهيباتايتس مثل ما تقول الهيباتايتس فيروس انفكتد الهيباتوسايت. عندنا أنواع كثير من الهيباتايتس A و B و C و D تختلف بالبارت أوف مايكرو أورجانيزم. يعني مثلا الهيباتايتس B هو دي إن إيه فيروس البقية آر إن إيه فيروس. فيختلفون بالمود أوف انفكشن بالكرونيسيتي. يعني الهيباتايتس C و D أكثر من بقية يسوي كرونيك. بالمحصلة انه كل طب راح يصير انفكتد في الهيباتوسايت. اي تشو يصير انفكشن باي فيروس فتأثر نقاط معينة نشوفها بالهستولوجي تدلنا على ان هذا المايكرو اورجانيزم هو فيروس اكثر من انه هو بكتيريا. اول شيء هي المايونيتيا. يعني اذا شفنا بيئة تشو مونوسايت ولوفوسايت اقصد هي اكثر انه تدلنا على ان الفيروس ان المايكرو اورجانيزم هو فيروس وليس بكتيريا. بالبكتيريا عادة نشوف النيتروفيل أكثر من الليمفوسايت. ثاني شيء النيكروسيس. التشو يصير بين النيكروسيس. ثالث شيء الانفلوجن. ايش تقصد بالانفلوجن؟ فارا الانفلوجن. يعني الفارا فارس بارتيكل راح يصير فيها ريبليكيشن راح تتجمع اما يكون بالسيتوبلازم هاي الحمراء هاي هي فارس بارتيكل. يعني فارس بروتين او فارس بارتيكل رجع على الماي ما تعرف ما تطلع ما حد يعرف. فيروس بارتيكل أما تجمع في السيتوبلازم أو بالنيوكليوس هذه يسمى بها الانفلوجن اللي يتميز الفيروس انفكشن. فقلنا أول شيء المونوسايت اللي هي الليمفوسايت والنيكروسيس فهذه السياق هي هيباتيك باكتين صار فيها هيباتيك بالوني بسبب الانفلامين الانفكشن اللي صار لنا. وهذه هو الانفلوجن قلنا اللي هي فيروس بارتيكل أما تقعد في السيتوبلازم أو تقعد بالنيوكليس على حسب نوع الفيروس. فأنتي بشوف اللي باتشات اللي هي هذه affected تصابيها بالوني. فدي تجريشي. بعدين هذا راح نشوف فيها أنا ذا اللي باتشات تصابيها نيوكليجن. يعني نيوكليجن مو كل السيل تصابيها فقط بعض السيل تصابيها نيوكليجن. تدل على إنه هاي الفيروس بارتيكل. ونهاية الهيباتايتس يعني أما مثل ما قلنا هيلينج أو تحول إلى كرونيك حسب نوع. يعني هيباتايتس أي قبل ما يصير بين هيلينج بي إن سي راح يكونوا مرتين في كرونيك. أنت راح تعطيني جروب الله لو غير إيه مو جروبين؟ إيه بلغهم إذا 10 ونص لا أنا قلت له أنا عندي داخل جروبين إلا ها بلغهم 10 ونص يعني 12 ونص شوية دكتور أنا عارف تاخذ فكوستي البودي هي أوبتوتيك فمثل ما قلنا أما يكون بالإنفلوجين أو يصير بروسس في الهيباتوسايت. أنا ذا إكزامبل ما مايوكارديتس يعني هو كل فيروس هو قابلية على أفكتد بارت. يعني مثلا يقتل الهيباتوسايت فيروس على الهيباتوسايت. عندنا ريسبيراتوري سينسيشن فيروس من اسمه على الريسبيراتوري جراكت. وعندنا هاي مايوكارديتس يصير عن طريق كواساكي فيروس في الفيروسات معينة يفتت الفيروسات. هذا تشوفون هذا السامبل مع الكارديك أو الأشياء المميزة لمفوسايت صار بين الكارديك وصل هاي الكارديك وصل تكون طولانية بيناتها لمفوسايت. من قلنا نشوف لمفوسايت إنه يميز إن أنه هذا هو الفيروس وهذا فيروس ما يفرده. أكثر إنزامبل مع الفيروس اللي هو سبارتي سنسيشن فيروس. سبارتي سنسيشن فيروس فيروسات اللي يزكي السبارات اللي تراك. فمن الأيضا الأمثل مثل فقط الفيروسات تصير فيها الانفلوجين. الانفلوجين أما يكون بهذا الانفلوجين هذا الوزي هاي الجانزير فيروسات اللي تصير فيها جانزير أكثر
بها جوانب سريعة حرائط جنب بعض التحق بها السيتوبلازم والنيوكليوس فصارت شكل خلية كبيرة وبها عدة نيوكليوس وهذا هو الوجود اللي يدل على الفيروس باكتيريا. ساتوميتال فيروس والفيروسات اللي تسبب بالأمينو كومبرماز ايش اللي نكتب بها بالأمينو كومبرماز بيشن يعني خصوصاً مع HIV يعني أشخاص اللي من عدد قليل اللي هم من جماعة الـ HRV جماعة جماعة الأورغان ترانسبلانت يعني أشخاص اللي يعملون نقل أعضاء يطلبهم أدوية تقلل المناعة حتى لا جسمه لا يصير يأكل لهذا الأورغان وهم يسموه كل فكيش معرضين لفيروسات وفنتر الفكش معينة هاي الزيتو ميكانو فارس أيضا من ضمن الفيروسات التي تفع أكثر شيء بالأمين وكومبرمال يسموها ميجالو بالتسبكزيلاري الستان الانفكتد احتكبه صار الانفكتد احتكبه راح يصير بيها جزئين فتلاحظون السيتوبلازم ينقط والنيوكليوس كبيرة ولكن حرة مثل الفراغ فهذه بيها نوعية انكلوجن انكلوجن يكون فاس بال يعني هاي كلها هي هاي النيوكليوس وهذا الانكلوجن هاي الابيض هاي بقايا مع النيوكليوس وهذا فايروس وايضا هاي النقط فايروس ايضا ايضا انكلوجن فهاي بيها نوعيتين انكلوجن السيتوبلازم والنيوكليوس فهاي الانفكشن ما السيتوميتال وفيروس بكتيريا الانفكشن بكتيريا الانفكشن بتصير اما بشكل اكيوت او كرونيك يعني اكو بكتيريات معينه بس تصير حتى الاكيوت اكو بكتيريا مثل ايش اللي تتحول على الكرونيك تيبي هي بكتيريا والليبرسي وانواعها هي بكتيريا ولكنها قابليه الى ان تدخل بالكرونيك فورم فالاكيوت يعني بالاكيوت ايش ممكن يعني الجشو اللي هو اكيوت بكتيريا الانفكشن ايش نيتروفين يعني بص لأن هو أخذنا بايبسي من البص أشوف نشوف ديت تشوف نيكروسس نيتروفين فهو البص اللي هو الفراغ إذا أخذنا منه بايبسي راح نشوف ديت تشوف نيكروسس فبالأكيد بكتيريا الإنفكشن المفروض نشوف أبسس فورميشن أو بص هذا بايبسي من الكولون مفتوح تشوفون هاي المناطق الحمراء اللي هي هايبرإيميا كونجستد يعني تشوف نصابية كونجستد المنطقة تبين حمراء معناتها الأرضي البلد نزل فيها كون جسد يعني داليدي فطلعت لون أحمر بسبب البلد وهذه المنطقة اللي بيها الباس هايبريمي الباس اللي هي الخراج فعندنا هون إكزامبل سودوم بريك انتيرو كولاتس سودوم بريك انتيرو كولاتس هي أتيوت كولاتس يصير بالأشخاص اللي يأكلون أنتي باي بول سبكترم أنتي باي يعني أكو أشخاص مثلا بسبب ما أخذوا للدمايسين أو أنتي باي مدة طويلة هذول إحنا بجسمنا أوردي عند النورمال فلورا النورمال فلورا إيش هي؟ بكتيريا هي بكتيريا نورمال موجودة بالجي آي تي أو أي بارت من الجسم فهذا يسموها نورمال فلورا إذا أخذ بروت سبكتروم أنتي باي تستطيعوا على البكتيريا مثل ما نقول الباثوجين وعلى النورمال وبالتالي رح يصير كلير أب الأنواع من البكتيريا فمن ضمن هذا الكونديشن يسمونه زيرو كولايتس رح يصير عنده أكيوت كولايتس طلع عندنا نوع من البكتيريا يسموه كلوستريديا راح تعمل هذا الانفكشن بالجي اي تي فهذا تشوفون هذا الاخضر هو هذا الباص وهذا الاحمر هو الهايبر اللي هذا سودوم بريك اذا اخذنا بايبسي من هذا نشوف ايش راح نشوف نشوف هذه مثل المغرين مغرين يعني مثل الغلاف هذه النورمال تشوف تشوفون تصابيها كونجستد مال بلد بزرف وهذا هو المبرين اللي هو أشنو عبارة عن ريتروفي ديب تشو ديبريز نجرب انه هو كده جمع عملنا مثل الباص قلنا في الأكيوت بكتيريا الانفكشن لوكالايز كونكشن أهم ميزة اللي هي لوكالايز كونكشن مع الريتروفي والديب تشو تتجمع تكون الباص هذا بأنك هذا أشنو علاجه اي باص بالجسر او اي كولكشن بالامس الدمج اهم شيء مثلا يفتحوا تاخذ 10 بيضات انتي بايوتيك ما دام عندك مصدر البكتيريا رح يبقى فلازم تفهم هون يطلع دمج مع كفر انتي بايوتيك تمشي المشكله يعني تنحل فهذا اهم شيء اللي هو الدمج وهذا الكولكشن مع ما الباص هو اللي جوفي يصير الاكيوت ايش قلت العلاج مثلا الدمج الدمج يعني فيفتحوا يطلع خلاص
هذا الغاز جنجري، اخذت الجنجري. ايش هو الجنجري؟ هو ده شو يصير عليها الكبشن مطلعت البكتيريا المعينة فراح يصير فيها الكبشن. فالجنجري اخذت مع بديك المحاضرات اللي هي عندنا هسه جاي وهيك بارك طلبنا بإجراء الاختبار راح تدخل على الغاز. الغاز جنجري عندنا فيت ماكرو أورجانيزم في البكتيريا أيضا في نوع البكتيريا. هذه البكتيريا هي جرام بوزيتيف بكتيريا أنيروبيك. نقصد بها مثل تسمع إنه أي ماكرو أورجانيزم أنيروبيك إيش معناته؟ يعني معناته ما تحتاج أكسجين. يعني بالنورمال تشو بها أكسجين في البلاط ما راح تحس بها يعني تتكاثر، فقط من يصير أكسجين يعني يقل البلاط سبلاي أو يقل الأكسجين فتصير أنيروبيك فراح تصير فيها مالتيفيكيشن. فهاي السيل صار فيها مالتيفيكيشن لسبب ما فكونت لنا مثل هذا الغاز هذا الجنجري ما تكتشفوا فعل حلل تبينه. عطت اكسيتوس اكسيتوكسين هذا حلل التشو وكون غازات وبالتالي ساعدنا غاز جنجري. ليش هذا غاز جنجري؟ لان هي نفس المايكرو اورجانيزم حللت التشو بسبب الاكسيتوكسين تبطينه وكونت غازات معينة H2 CO2 صار مثل تخمرت وصار هذا عندنا غاز كنجري. طبعا هي كلش يعني دانجرس كونديشن وما تصير بكل الأشخاص، فقط أغلب الأشخاص اللي هم أمين وكمبرمايز. فالبرايمري تي بي اهم شيء تعرفون انه هو يميزه الكوم فوكس والبرايمري كومبلكس. السكندري تي
هو كنتيجة استجابة نتيجة تلبي أما reinfection أو reactivation، أما يعني infection جديد أو activation جديد. ضعيف وجاء. هو أغلب الأشخاص يعني مثلاً حتى اللي بدأت السي وجماعته يدخل الكارير يعني حالة خامدة ما يتعرض إلى ستيت أو طول جماعته يمكن ما يكون الفيروس يعني يقعد حتى جماعة الهربس اللي هي هاي تعمل جزء وجماعته أشخاص إنه مقلت مستطاع من ستيت اللي هو أصلاً ينصاب بالفيروس وصار حالة خامدة من يدخل ستيت راح يطلع الفيروس مرة ثانية يسوي رياكتيفيشن. هو الفكرة من تي بي نفس الشيء، إذا شفت مصابين هيلينج بشكل كامل رح يصير في نوعية اكتيفيشن ويصير في السكندري تي بي اللي ميزة السكندري تي بي هي الكابيتيس. دكتورة؟ الصورة اللي قبلها؟ قبلها إيه؟ إذا اثنيناتي البرايمري؟ هو اثنين هو برايمري، هو كل هذا برايمري بس بالبداية بس هاي المطالة وبعدين هاي واحد يسميها هاي كونفوكس اذا اثنين اساس برايمري كونفوكس هي عاده اثنين اللي يشافوا بس هاي اثنين هم برايمري تي بي بس عندنا السكندري تي بي راح يجي اللي يميزه هو الكافيتي في الابر بارت ميلياري تي بي الميلياري تي بي أمريكي ميلياري يعني مثل الجسم هذه ما تكون نقاط هذا بسبب أما البروغريس أما جاي من البرايمري أو من السكندري يعني فجأة انتشر التي بي الدم أو البندف بالرسباراتري فهو أن هذه النقاط المتعددة هاي تسموها ميلياري تي بي يعني مثل حبوب الدخن هذه أما تجي لجسم البرايمري أو لجسم السكندري هذه إذا أخذنا في البايسي يعني بارت الفت بالتي بي أشرح نشوف هنشوف هذه ماكروفيج هاجانس إيش نوعه لانجر هانس اللي تكون على شكل سي يعني يمكن يصل مرتبة على شكل تقريبا مثل سي أو حد أكثر هاي اسمه لانجر هانس جاسر لو كانت تيجي تحكي مع حدا إياها في فكرة نقام هاي هما فور بادي جايز كثيرة هاي هو هاي هي اللي قلتها هاي النيكروس شو بيبين بالسلايد يعني لا النيكروس بيبين منطقة وردية ما بينها أي سيارة فهذا هو النيكروس هذا هو أولي يرى نوع النيكروس بالتي بي وكارديشن وهذا هو الريكروس فإذا شفت كل هذه الجنيكروزس، الجنيكروز، هذا الإنفيلود، محاطة في الإنفيلود، مايكروفيج، هذا الستركتشر كله إيش مسمينه؟ غانيوم. فالغانيوم إيش هي؟ هي كولكشن من الإنفيلود مايكروفيج، ونشوف فيها جايز سيل، وإذا كانت تي بي نحن نشوف فيها غانزياسي نيكروزس. فهذا الستركتشر كله هو الغانيوم. هذا سيل رسمة جايز سيل، هاي جايز سيل. على حرف يعني هاي كذا يعني هاي كذا بالجمعة هذا سيتوبلازم بعدة سيل وهذا النيوكليوس يعني غانيوم ممكن نشوفه بغير يعني غير انفكشن مو بس التي بي بس اللي يميز غانيوم مع التي بي هو لا غانيوم يعني غانيوم بروسس يميز غانيوم مع التي بي يعني غانيوم ممكن نشوفه بالكاتيجاجيز بالليبرس كيس راح ناخذ شويه دقه اكثر من السارقدوسس بس كل غانيوم عادية وما فيها بس شوف الجازيات النيكروسيس راح أفكر أكثر بالتي بي. عندنا سيلنسيستي المايكرو أورجانيزم قلنا اللي هي لما تي بي تكون بكتيريا تكون روت شيب يعني عصوية بالإنسانات العادية أجي أدي ما راح تبين تحتاج سبيشال ستين أو فاستين معينة سيلنسيستي هاي ستي تسبق المايكرو أورجانيزم اللي تي بي كمان نشوف إنه عندنا أسلاك بيو وهاي أغلب المايكرو ماكروفيج هذا داخلها في الطبيبات الحمراء فهذا الدفع نسنستي حتى يميز الميكروبكتيريا نيجي على الانسي إذا بس بالعربي إيش هو؟ جفاف هو من الجسد كل شريب اللي خرضت اللي بيت إنه هو يخرب الفيس فيكنس حتى يعني بالعربي لا يوم فيس يسمى الوجه الأسد فهذا يصير بالإميون كومبرومايز عندنا نوعين ليبروماتس ليبرسي وتيبركولوز ليبرسي
بيناتهم شو؟ هاي متناظرة. ايه وحدة متناظرة وحدة متناظرة اللي هي هاي نوعية أكثر صارت يعني خربت البيس، هذه أقل. فنجي نشوف الميكروسكوب أشرح مريض منها. بالميكروسكوب في الميكروسكوب أيضا في فريزو، هاي مثلا صار فيها فريزو وهي خارجة. طلعت فوق قريبة من السكين، ذاك تشوفون صورة الحبلة كانت أكثر في خربة السكين، أكثر في أفكت السكين. هو الجروماتس ليبري أشهر باكو أورجانيزم المعروف. ليبري هي مايكرو بكتيريوم ليبري، هي من نفس هذيك اللي هذيك المايكرو أورجانيزم ما تبي إيش تعني؟ مايكرو بكتيريوم تبي الكروس، هذيك مايكرو بكتيريوم ليبري، أيضا من أنواع أيضا بكتيريا. الثقل أشنو؟ هذيك كانت هنا الماء الاسباراتي وأنا ها أشي هاي الشيء يعني إيش أفكت السكين والنيرف الجوارح، لذلك المنطقة اللي بتأثر فيها ما كل ما فيها أساس اللي هي ضربت النيرف وضربت الشوانسيا. طبعا البراس ما بسرعة واحد جدا فلا إلا بروس كونتاكت فترة طويلة، فهذا أفكت السكين والنيرف الجوارح. فهذا رح ايضا بالحاله رح نشوف بها الجرانيلوما، ولكن بتجيب الكرات الليبرسي الجرانيلوما تكون اقل بلا الليبروماتس ليبري. مايكرو اورجانيزم هون يكون اكثر، هون لو هون مايكرو اورجانيزم طبعا بيقلب كل اسمه مايكرو اورجانيزم هون يكون اكثر، هذه الحاله تكون اقل يعني مثل ما اقول حده مال الانفكشن تكون اقل، هذه تكون اكثر. هسه سؤال على الوضع نجي على السيفليسيس اللي هو انواع الاستي دي، فراح ايضا انفكشن عن طريق السبايروجيت، هي من انواع هي بكتيريا ومثل تقريبا ما بتكون مشابهه للتي بي، لكن ايضا مثل التي بي فيها برايمري وسكندري وتيرشري على حسب الاول على حسب المده ما انفكشن. فالبرايمري اللي اهم شيء كفول يعني ما بتبعطي السيفليسيس هو استي دي بسبب سبايروجيك بكتيريا بها البرايمري والسكندري والتشري على حسب التايب مالتها. بالكهستولوجي اشنو الشيء اللي يميز لنا يعني من سكين اخذنا منه بايوبسي وشفنا انه بلازما سيل كثيره بها ايش تفكر؟ تفكر بالسيفلسس. السيفلسس من الانفكشن اللي الهستولوجي مالها يتميز بها البلازما سيل خصوصا حول بلاد فيزلز. نشوف بلاد فيزلز حول بلازما سيل وهي بايوبسي من السكين وشفت عن هستولوجي مال اس تي دي راح نفكر بها السيفلسس. فهذا في الارتري او في البلاد ريزورس حول بيري باسكولار بيري يعني حول بيري باسكولار بلازما سيل فلتريشن راح يحول الريزورس لصار بلازما سيل. اذا عن هاي باور شويه اكثر هاي راح نشوف بلازما سيل. بلازما سيل شو تتميز؟ انه سايتوبلازم جهه والنيوكليوسر جهه. فهذه بلازما سيل فلتريشن هي اسمها سيفلسس. شنو السيفلس بالعربي؟ زهق. بس نيجي على التينومايكوزيس. هي أصلا موجودة في النورمال جورا في الميد أو في ولكن أسباب معينة يمكن أن يروح كونديشن فيها في أن يروح فمن يصير حتى مرات الكوم ناس يعني عبارة من الأوتيومر يأخذ منه بعد شو بس يشوفون أكتيرو معتوسس كل الشيء يتحط بكتير حولة وتعمل جراميلوما وتعمل ناس فينخدعون بها عبارة الأوتيومر من يأخذوها شيء بها تطلع هي فقط أكتيرو معتوسس. أكتيرو معتوسس هي هذه يعني هاي في البيت بس بقى بيجي بالإيش قادي لو عملنا غير صدمة مثلا جي ام ايش وغير راح نشوف فلول هاي تطلع مثل لاس قابل الإيش قادي لاس هاي هي الكولكشن مالتنزل فالأكتيرو معتوسس تكون على شكل جرانولوما او سفيريكال او دائرة وهي حولها الميتروفي. هذه ايضا الاورجانيزم ما ما كنا تعمل جرانولوما فهذه اذا عملنا صبغه مثل جي ام اس او غير صبغه راح تطلع لنا انه فيلمنت ماء السبكتريا هي نورمال موجوده اذا انتم ما تكونوا زالت نورمال فلورا بس تطلع كلير اب بوزيشن معين. بس نجي على الفندر الفشل خصوصا هاي اخر دب كورونا وشخاص اللي يعملون
اصبعات كثيره وياخذون كورتيزون، هاي ساعد يعني ساعد صيدها. فعندنا الفانجر اما تكون يعني تكون سنجل سيل او تكون موضت يعني او في سيلولر. فالكاتيجه من الفانجر اللي تكون سنجل يعني سنجل سيل بتصير فيها هاي خليه وحده يعني تعرف الفقره مثل تبرع بنسميها. الكانديدا اللي هي مصدرها من الفكره ايش هو الفايت فايبرلي اورال كافيتي اورال كراش، يعني هذا مرات تشوف الاطفال الصغار عند الابيض في الاورال كافيتي. هذه الكانديدا اللي هي الفطريات الدارجه يعني بالاسوفيغاس في الاشخاص المناعات الضعيفه راح يصير عندهم بالعربي هي فطريات. فهذه الكانديدا سودو هابي، ليش سودو هابي؟ لان هي مخفيه يعني مو مثل ذيك مثل هذيك الانواع البعض مالتي سيجر هي فقط هاي سبورس يعني مثل ابواب وممكن تكون طولانية اذا كان كل فوق الدق ولكن هي تكون على شكل سنجل سيل. النوع الثاني اللي هو اسبرجلوسس، اسبرجلوسس من الفنجل انفكشن اللي تكون مالتي سيلولا مخططة تبتدي تحصل فيها مقطعة. وهاي في يعني هاي الكوال عدد خلايا متحمة فورت انك تفكر تكون طويلة. اسبرجلوسس كلش مهمة لأن هي من الماكرو الفانجل اللي تكون انجيو وبيزل. ايش نقصد بها انجيو وبيزل؟ البيزل يعني شيء يفوت انجيو لأن هي تدخل ديب التشو وتعمل انفكشن خصوصا مثلا بالريسبيراتوري بالاخر. هاي نفس الوقت هذا كلش مهم انه يشخصها بالاسكار حتى تتميز عن الميكور اللي هو الفطر الاسود اللي هي في الاخير 7%. فالميكور والاسبرجلوزز من الفطر اللي سيريس انفكشن يعملون انجيو وبيزل. ليش الفطر الاسود كان كلش يعني بعد فتره درج وكان كلش فقير؟ لان يعمل انجيو اوبيتيف يعني بالنوز بالاورال كافيتي اللي هو القابليه انه يختلط ديب التشو يفوت على البلس ويعمل تشو بروسس بالاورال كافيتي بالسانج يطلع على البريك. فهو انجيو اوبيتيف هذا ستراكشر مال الاسفاجيلوم هاي الفيجوال تكون على 45 درجه يعني تقريبا نقول ثاويه حاده تكون مقطعة سكتيتد. وأكثر شيء أفكشن في أرز بارتين وهمينة بالأشخاص الأمين كومبرمايز يعني ممكن الأشخاص تعرضوا الأسبيريوسيس فقط اللي مناعاتهم ضعيفة ممكن يكون محفظة أكثر لأرز الأفكشن. سؤال؟